السلام عليكم. اليوم فيديو جديد، اليوم 14/11/2023، واليوم كملت عام باش مات صاحبي اللي بحال خاي انور الله يرحمه. في هذا الفيديو غادي نعاودكم كيفاش عرفت انور الله يرحمه، وفوقاش اخر مره هضرت معاه، شنو وقع داك النهار، فين كنا حنا قبل منا بيومين، وموراها شنو وقع وفين وصلت القضيه. المهم في هذا الفيديو غادي تعاودكم كلشي وغادي تعرفوا كلشي ان شاء الله. نبدا لكم في 2020، قلت انا وصاحبي انس كيشي نمشيو نترينيو انا وياه، وبحكم باللي انور الله يرحمه كيسكن في نفس الحومه ديال كيشي، فمشى معتاهما مشينا ترينينا انا وياه وكيشي، وكانت كساتي الصيف. موراها مشينا البحر، بحرنا طقطق مورا لاصال، وتبارك الله كان فيه جينيتيك واعره ديك ساعتي، وراه كلشي كيعرف انا راح مبين الجسمانيه ديالو كيفاش عامله. ملي جينا بالبحر خرجنا بالليل ديال داك النهار، دازت يومين عاوتاني خرجنا، كان كيجي مع هو وكيشي اللي قلت لكم كيسكن في الحومه ديالو. صافي بقى كيخرج معنا، بقى كيخرج معنا حتى ولا قريب لينا، ولكن ديك ساعتي باقي ما كنا قرابين بعضياتنا. فوقاش غنوريو انو انا والله رحمه قرابين. هو نهار فاش طلع من طنجة، وانا كنت في طنجة في 2021، واحد المرة كنت جالس مالية ما بيا، فهمتي، ما كانتش عندي كان مرة، وصافي كنا كنهضرو هيدا في انستغرام، مرة في واتساب، وانا نقول له فاين اخاوة لاباس عليك مزيان، قال لي فاين زعما اش كتعمل؟ قلت له اخاوة فهمتي ما كاين ما يدار وما عندي كان. قال لي عرفتي جبرتني يلاه عدات واحد الطاجين ديال الدجاج وبطاطا، قال لي اجي دابا تعشى معايا، اللي هو كان كيسكن قريب ليلي. صافي مشي عنده. فهذيك اول مره دخلت عند دار انور الله يرحمه، وصافي عاد لي داك الطاجين كليته. نتا انور كان كيعرف يطيب بزاف، واخا كنا كنتغنوا بزاف على شكون كيعرف يطيب انا ولا هو. المهم صافي كلينا داك النهار، موراها ولينا كنخرجوا، ولينا كنترينيو انا وياه. بعد مرات كنبات مع حتى سيمانه وانا كندوزها معاه في الدار، كناكلو كنمشيو لاصال كنترينيو، حتى هو كيبات معايا في الدار، عائلتي كيعرفوا عائلتهم كيعرفوني. مهم كنا قرابين بزاف، ديما كنا مغنانين، ديما مغنانين بحال القط والفار. كنت غنو في الكره، مغير كنا كتعجبنا البارسا وتابع كنت كتعجبو البارسا، ولكن اللاعب اللي كيعجبني هو ما كيعجبوش، اللاعب اللي كيعجبو هو ما كيعجبنيش. في لاصال كنا ديما كنشوفو شكون اللي غادي يفوز الثقل كثار، هو كيلعب ب40 انا كنلعب ب40، يعني اثقل حاجات كنا كنلعبو بهم، ولكن كنشوف شكون اللي عمل ريبيتيسيون كثار. مثلا هو شحال عمل ب40 كثار، شحال ما ندير ب40 كثار، هو مره كان كيغلبني وانا مره كنت كنغلبو الله يرحمه. لي جينيتيك ديالو راه تبارك الله ما شاء الله، راه من احسن فورمات اللي كانوا نقول لكم حتى في المغرب كاع، المغرب كامل احسن فورمات اللي كانت عندهم، وكنا كندابزو حتى في الطياب، كنقولو هاد الطياب ديالي احسن ديالك هادي هادي. المهم في هاد الفيديو انتم تشوفوا فيديوهات بارطيات هو كان كيطيب، شي بارطيات انا كنت كنطيب. اخر ما كاين الرز والدجاج والطبسه ديال الطاس. المهم هادشي كامل دابا داز عام، الوقت شحال كيطير. فهاد العام الحمد لله عمرنا نسينا صاحبنا انور الله يرحمه، لا في الدعوات ديالنا لا في الصلوات ديالنا لا في كلشي. ومن ابرز الحاجات اللي عملناهم في هاد العام، وعملنا المدرسه باسم ديالو بانوار العثماني رحمه الله. من المدرسه باسمه بالروض ديالو كيقرا فيها اول صغارين القسم، ما شاء الله ما شاء الله. انا صبوره نا الاستاذ اللي كيجلس ومدرسه حفظ القران تما تبارك الله بزاف ديال العوال الصغار حافظين القران كيحفظوه تما وكيقراو تما. نشرك بربنا وغادي تكمل حتى جامعه تما باسميه ديال انور الله يرحمه، وكاينه تما حتى البلاصه ديال الاميين ضد الاميه شي حاجه بحال هكذا. ماشي غير هذه اللي تفكرنا فيها، الحمد لله تفكرنا حتى في العيد الكبير، الحمد لله قدرنا نشريو 11 حولي بفضل الله وفضل المساهمه الناس اللي ساهموا معنا. 11 حولي امين الله يسعدك يا امتي. الحمد لله كنا العام الاولاني شينا حولي الواحد، كنا قدرنا نشريو حولي واحد، شحال كنا فرحنا بداك الحولي. العام الثاني شينا 5 الحواله، العام الثالث هو هذا شينا 11 حولي، والعام اللي ماشي ان شاء الله لا قدرنا الله ربي وطولنا في العمر نشريو كثار. زيدنا تفكرنا في انور الله يرحمه، هي في ملي بقى الزلزال ديال المغرب كنا طلعنا وزعنا داك الشيء الحمد لله على الناس اللي كانوا محتاجين. تصويرة واحد التصويره حنا كاملين ومعنا حتى انور الله يرحمه في التصويره، هي غادي تبان هنايا. ودابا غادي نعاودكم على السيمانه اللي وقع فيها داك الشيء. اخر مره تلاقيت انا انور الله يرحمه كنا في لاصال، كنت سلمت عليه فاين بحال دائما كنتلاقى في لاصال، فاين غزال لاباس عليك مزيان الحمد لله. قلت له بلي انا غادي نمشي للعرايش قبل من يومين، نهار الجمعه هو انور الله يرحمه مات، انا قبل بيومين مشيت للعرايش باش نحيد لي باك ستيك الفوقاني. صافي مشيت للعرايش انا وكنا عاملين نطلعوا انا والدراري حيت كيشي وعبد الله واسامه كيسكنوا في العرايش. قلت صافي انا نمشي نحيد لي باك، وملي نكونوا طالعين نطلعوا مجموعين عند انور الله يرحمه وصافي ندوزوا الويكاند بحال اي ويكاند كنا كنعملوا. كنت عامل فلوج في يوتيوب على رده الفعل ديال صحابي زعما كان جايهم بلا لي باك، وانا كانت رده الفعل ديال انور الله يرحمه كنت عيط له في ابل فيديو كان جاوبني وقال لي جيتي غساله وهادي ها هي الرياكشن ديالو غادي تبرو هنايا. اش فيها؟
من واتساب وادس عيط لي شي واحد حق حق ضروري بيضحكتين ملي حيت سكت ضحك عليا كي جاوا خاوه لا والله يتتقدوا هلا ما كنتوقع انت اللي تقولي جاوك خايبين وليتي كتسمع لبوك يا صافي نهار الخميس كان عندنا انوار الله يرحمه عالي بحال دائما نهار الجمعه اللي مات فيها انوار دارنا انا وياه في الصباح الى بروتين كان يلاه عمل كونطرا مع واحد الشركه صافي قال لي بروتين كذا قلت له صافي انا نطلع نطاجو وناخذ مع عندك بروتين ان شاء الله قال لي فوقاش غادي تطلع قلت له نطلعوا حتى العشيه انا والدراري قال لي صافي ان شاء الله صافي هو نهار الجمعه انا رحمه مشى يصلي صلاه الجمعه ديالو دارنا حنا مع 12 الصباح كنت صنعنا مساج مع 12 الصباح وسكرين نبقى لكم هنايا في واتساب غادي تشوفوا فوقاش هضرت انا وياه صافي دانا على البروتين كذا قلت له صافي ان شاء الله ملي نطلع نطاجا نمشي مع عندك بروتين قال لي واش نتوما ماجي اليوم قلت له اه نجيو انا والدراري في العشيه قال لي صافي مرحبا بكم يعني انا والله ما كنعرف بلي حنا ماجين عنده تو داك النهار عادي مع الدار كذا مشيت خرجت في الصباح لعبت بلاي صافي وانا والله يرحمه كان مات قبل العصر ولا مول العصر شي وقت بحال هكاك طلعنا في مع داك الربعه واقيله ولا الخمسه المهم انا نوريكم في كونفرساسيون حتى انا ما عقلتش تزعم دابا كان طلعنا الفيو مع الخمسة ولا مع الستة ولا مع الربعة مهم طلع لي فيو أنا طلع فيو في الجروب طلع فيو صحابي كيشي طلع فيو كل شي صافي احنا قلنا واقيلا فهمتي عادي طلعنا فيو صافي صافي احنا هادك ساعتين احنا فوقاش غنركبو في الكار غادي نركبو في الكار مول المغرب عاد نشبرو الكار هادك السبعة هاديك باش نمشيو لطنجة كيشي كان عامل فلوغ كنا داير فلوغ ملي ماشيين طنجة عند أنور الله يرحمه غادي نجلسو معاه وندوزو الويكاند في طنجة ما بحال دايما كنجلسو مع بعضياتنا كنفرحو وكننشطو غادي حنا لقيتونا مسافرين ها هما ماشيين عند أنور من طنجة غادي ندوهالو نديرو هاد السبرايز عرفتي واش نديرو هاد المفاجأة ولا لا ماعرفتش واش عارف ولا لا كنا قلنا لو غنجيو صافي ما قلنالوش واش فقينا إمتى وكدا المهم غنمشيو عندو غادي ندوزو معاه واحد ست أيام غادي نحمقو له راسو وغادي نهوجو بحالنا صافي شبرنا طريق من العرايش لطنجة طريق تقريبا شي ساعة هداك قول وصلنا لطنجة مع داك التسعود هداك تعود ربع المهم باقي عاقل واقيلا كانت مول العشاء صافي ما وصلنا لطنجة كنا صردنا الأنوار رحمو ميساجات في الكار والو مكانش كيجاوب كنصردو للدراري عيطو عبد الله ملي كنا شبرنا الكار مكيجاوبشي وملي وصلنا لطنجة عاوتاني نعيطولو كنعيطولو مكيجاوبشي هاد الحاجة عمرها كانت في الأنوار رحمو يعني انا والله ما عمرك تعيط لهم يجاوبكش عمرك زعما يطلع لك نجمه وحده ولا يقول لك تليفون زعما طافي عمرك انت هادي ديما التليفون عندهم شارجي وفوق ما كتعيط له كيجاوب حتى كونيكسيون ديما عنده مفتوح قلنا اش نعملوا نشبروا التاكسي بعد كنا بينا اربعه كنا انا وعبد الله وانس واسامه قلنا شو التاكسي جوج تشوف التاكسي جوج تشوف التاكسي سير اخي اذا خش شي فراد حط لي تاريخ صافي وصلنا التاكسي اللي وصلنا حدا الحومه كنطلعوا عينا كنجبدوا الديوان مشدودين الديوان مطفيين واش راجل مطيحين صافي تما قلت له 100% غادي يكون مشى للاصال جينا عاد انور ما كاينش في الدار وا في لاصال كي حتى ل 10 وكانت ديك الساعه شي 9 ونص هيداك قلت له صافي 100% يكون في لاصال مع داك ال 10 غادي يجي ونتلاقاو صافي اصلا تيفو كان عنده طافي يعني باينة يكون كيدواش في لاصال ولا شي حاجه بحال هيدا حتى اللي كان كيسحب لنا ديك الساعه وصلنا العماره كاينين هاد الشتا سيزيد واخا واحد خليني ندخل شبغي يشد عليه دقينا على الدار الانوار رحمه ما كيجاوب حد اين ندقدقو الدار مشدوده بالسوارد والدار ديال الانوار يعني لما تدات شي بالسوارد تبقى مفتوحه يعني هذاك اللي عمل داك العمله خرج من الدار وشاد الدار بالسوارد عاد تا بحالو حتى الانوار ما كتبقى مفتوحه الا ما تدات شي بالسوارد المهم دقينا ما كيجاوب حد ما كاينه حد جينا حنا نزلنا باليزات حدا السطح بقينا كنتفرجوا في التيك توك كندوزوا الوقت بعد ما يجي انا والله يرحمه جينا شنو هذاك يقولوا له البالكون الفيو خوتي غنوريكم واحد فيو واعر بقينا كنتسناو ما جا حتى واحد قلنا غادي نمشيو للدار ديالنا ناكلو شويه حيت كان فينا متجوع قلنا بلا ما ندو معنا الباليزات نمشيو معذبين بهم غنخليهم حدا السطح تما اصلا داك العمارة كتكون شي فيها السرقة قلنا صافي غنخليو الباليزات تما وقبل ما نمشيو متقلين بهم نمشيو للجنة صافي داكشي اللي عملنا خلينا الباليزات تما حدا السطح ومشينا على رجلنا عند الدار ديالنا كلينا جلسنا هيدا
شويه كنشوفو في انستغرام كيطلع لنا بلي انور رحمه مسح صوت البروفيل ومسح البايو ديالو في انستغرام ومسح داكشي كامل. سمعتنا ترين كيفاش هادشي؟ هادشي راه امبوسيبل فهمتي؟ يعني انور ميقدرش يحيد البايو ديالو ولا تصاورو في بروفيل ولا انستغرام. صحابنا ماتت له يما ولا با ولا جداتو ولا جدو ولا شي حاجه بحال هكا الله يطولهم في العمر. بعدا كان صحابنا وقالت لهم شي حاجه اللي هو حيد هادشي. يعني حنا عيطنا واحد الدري كيسكن في العرايش قلنا له خاوه جات واحد الدار ديال انور رحمه وشوف زعما كاين شي صداع كاين شي حاجه ولا كاين هو تما ما طرا فيكم مشى العرايش وتزرب قالوا شغل صافي مشى تما قالنا الامور كلها مزيانه زعما ما خرج لا غايطون زعما كاين حتى شي حاجه بلي وقع كاين حتى شي حاجه كتبين بلي وقع شي حاجه. من هذيك ساعتي عاوتاني دخلنا اليوتيوب كنجبر حتى هو مسح فيه كلشي. كيفاش انا والله رحمه يلا كم 4000 ساعه في يوتيوب يمكن شي مسح فيديوهات يمكن شي مسح بوستات في انستغرام ولا عرفت شنو غادي نرجعوا عنده للدار ونتناوه ولا نسولوا العساس واش شافوا ولا شي حاجه حيت ما فهمنا والو. صافي داكشي اللي عملنا مشينا شبالنا التاكسي مشينا عندك العساس الليل ولا لو واش ما بالكش انا والله رحمه راه مصباح حنا كنعيطوا له شي حاجه واش ما شفتيه شي ولا شي حاجه. قالنا يلا شفتو خرج مع شي 4 الدراري. قالوا كيفاش زعما انا رحمه خرج مع 4 الدراري عساس سولنا قلنا له واش انا قالك عاد خرج مع شي دراري دابا هو انور ما عندوش كاع الصحاب في طنجة عنده يعقوبي وعنده حنا اللي صحابو اصلا ما عندو حتى شي دراري اللي كيعرفو من غيرنا حنا. يعني زعما كانت شي حاجه راه كيعرفنا غير حنا ما كيعرفش شي دراري اخرين ما كيعرفنا غير حنا ما كانش كيعرف شي دراري اخرين في طنجة ولا شي حاجه. انا الوقت تاكد من الهضره قالنا راه شفته خرج وهاد الهضره قالناها باش يجري علينا ولا مشو بحالنا ولا ما نعرف اصلا ما كانش عندنا معه والله الله يسمح له في هاد النهار. المهم صافي حنا ملي قالنا هاد الهضره قلنا نجلسوا على برا نتناوه تما فيش صبراتنا الكاميرا حنا كنتسناو انا رحمه في الشارع المهم انتوما شوفوا هاو ما حنا واقفين جالسين هنا والله الا كنتسناو هاد انا فوق شي الله يدير شي تويد الخير وصافي. صافي بقينا كنتناوه جات الوحده جات جوج جات ثلاثه وما كان حتى شي واحد. جا كايشي عيط نولد خالتو قالو خصنا نباتو مجموعين كذا كذا قالو صافي انا ندوز موراكم ومشيو من واحد البلاصه عندهم واحد الدار نباتو فيها. وانا والله رحمه ما عرفناش انا شنو قلت لهم قال لكم تسرقوا التليفون اللي ما كاينينش. الحاجه الوحيده اللي كنا كنفكروا فيها هو زعما تسرقوا التليفون وداك ربع الدراري عيط لهم باش يعاونوه ولكن ما يمكنش زعما لا تسرق له التليفون راه يجي عندي انا للدار انا اول واحد يجي عندي يقول لي خاوه يلا معايا نقلبوا على هاد الناس ولا شي حاجه. المهم بقينا كنفكروا كل واحد كيعطي شي حاجه كحاجه وما وصلنا حتى شي حاجه. كنا عيينا الطفيره ودقدقنا قالنا صافي غادي نمشيو نباتو ان شاء الله في الصباح نرجعو عند انور يكون جا ديك ساعتي طلعو ناخذ الفاليزه ياك. صافي حنا وقينا دابا راه غادي نمشيو فحالنا راه عيينا باش نتسناو انور سمح لنا ولكن درت واحد الفايو كبير ما قلت لنا والو والله عرفتي راه جوج د الصباح دابا انا راسي كيحرقني ديال ضب الساعه انا كنت مقعد حتى للخمسه د الصباح ماشي مشكل وانما عيينا بزاف اخا وانت عارف عاد شدينا الطريق وموراها باش بغينا نمشيو نطلعو نجيبو الباليزات ديالنا اللي خليناهم في السطح باش نمشيو بحالنا. تما فاش دابزنا مع العساس ما خلاناش نطلعو كنقولو له وياك انت شفتينا طلعنا الباليزات علاش دابا ما تخليناش نهبطو الباليزات ديالنا. قالنا ولا وهادي ودابا الباب مشدوده وكذا. المهم كان معكس داك العساس ديما معكس وداك الشيء اللي قالو في انترفيوات وكذا الدعوه بين الله هادشي اللي غادي نقول. صافي قالنا لا ما تطلعوش ما تعملوش ما تعملوش. تما فاش دابزنا معاك قالوا كيفاش انت ما يلا شفتي نزلناهم وكذا دابا تقول لنا ما تطلعوش. المهم بقينا كندابزو ونتغنوا معاه وهادي وهادي وكان جبد لينا الزرواطه ولا ما نعرف. المهم تما بنا فاش بقاو كيقولوا بلي حنا دابزنا مع العساس ودارنا شي حاجه الله يهديكم سنتوما. صافي ديك الساعه شنو وقع جا واحد العساس اخر في ديك حداه والحمد لله ملي جا قال له شنو وقع بغى يبرد الاوضاع. العساس اللي كان حداه طلع هو وكيشي طلعوا يجيبوا الباليزات والحمد لله ملي طلع معاه مشاو طلعوا الفوق جبدوا الباليزات من السطح وتما فاش شاف العساس بلي زعما حنا ما دخلنا لا الدار مشدوده كدا ما نزلناش شي باليزات في الدار ولا شي حاجه حيت حتى العساس كان شاهد معنا. الدراري دابا راه في 4 الصباح دابا مشيو الناس باتنا تما في الدار مع الدراري. هذيك ساعتي كنا كنشوف فيديوهات انا والله رحمه كيتمسحوا في تيك توك كيتمسحوا شي تصاوبت له ميساجات في تيك توك والو ما كيجاوبنيش وما عيطنا له هنا نعيطوا ما كيجاوبش. صان غدا في الصباح مع داك تعود الصباح واقيلا بحال هكاك كيعيطنا باهت انوار قلنا اجي واش ما عارفين شي خبا على انوار التصاور ديالو في انستغرام مسوحين كيعيطوا له ما كيجاوبش حيت هي اللعبه ديال التليفون عمره كان كيطفي التليفون انا عمره في حياته كان كيطفي التليفون وانا بيدنا ما عارفينش مشينا البارح هنا ما ندقوا هنا ما نسولوا ما جبرناه شي مره
جا وقعنا فين نتوما، قلنا له حنا في واحد البلاصه بعيده وما عندنا شي طوموبيل. دخلت انا سا وصلنا ومشى بحاله. جا وقعنا صافي بغى يطلع عنده، قلنا له صافي عمو طلع عنده شوفوا مراه عيطنا شوفوا واش بدا هو مزيان واش كلشي مزيان. قلنا صافي طلع بادي الانوار طلع للدار ديال طنجه طلع بو يما تما. فاش فتحوا الباب وجاو انا الله يرحمه بداك الطريقه صافي ديك الساعات عيطنا باط انا الله يرحمه. حنا صراحه ما تيقناش ما قدرناش نتيقوا، راه امبوسيبل تيق شي هضره بحال هكذا. قول واش مأكد زعما واش عمو انت مأكد شنو كتقول؟ صافي ديك الساعات عيطنا ودخلت انس ومشينا فين كيسكو انا الله يرحمه. تما باش كنا ماجيين حنا نشوفوا لومبيلونس ونشوفوا يما انا الله يرحمه كتبكي وداك المظهر ديال مهبطينا في الدروج. وصلنا ما نيش والبوليس والناس والصحافه وبزاف. تما عاد طلعت معنا بلي بصح انا رحمه رابات. حنا باش شفنا داك الشيء تصدمنا، حنا راه تصدمنا ما كتفهم والو. كتقدر تفهم بوليس جاو عندنا ديك الساعات قالنا واش كتعرفوا خونا المؤهل صاحبنا انوار كذا كذا. قالنا صافي طلعوا معانا وصافي. تما فاش مشينا مع البوليس ديك الساعات مع داك 11 كانت سيدك 11 كانت مشينا للكوميساريا بقينا في التحقيق 3 ايام وما كيحقوا معنا باش مورا نزلوا في الاخبار بلي شبروا داك البنت. المهم حنا لقينا 3 ايام في التحقيق سولونا كلشي ما قدرش نقول لكم شنو واقع تما ولكن المهم كانوا مزيرين معنا حتى غاديين بقى. كانوا عملوا الجنازه ديال انوار الله يرحمه. هذه حاجه اللي باقا فيها حد الان هي بلي ما حضرناش الجنازه ديال انوار الله يرحمه. وهاد الحاجه راه عمرها ما غادي تعاود. يعني الجنازه كتكون مره واحده في الحياه ديال شي واحد وما كناش حاضرين فيها. هذه الحاجه اللي بقات فيا. المهم تليفوناتنا بقاو عند البوليس شي شهرين ولا 3 شهور وما تليفونات عند البوليس عاد رجعوا لنا. ودابا المحكمه كل شهر كياجلوا فاش كيزيدوا يقلبوا على الحقائق اكثر. عندنا الثقه كامله في العداله باللي غادي تجيب الحق ديال انوار الله يرحمه. وبغيت حاجه وحده يدير مع الوالدين ديال انوار الله يوقف معاهم والله يصبرهم. انوار الله يرحمه ديما معنا في القلب. يعني واخا تشوفونا في شي فيديوهات كنضحكوا واخا تشوفونا في شي فيديوهات كنعيشوا كنعملوا كنسافروا كنلعبوا كره مثلا كنتلاقوا الدراري كاملين بينا ديما مفكرينه. او صافي هنا غادي يتسالى الفيديو. دايو مع انوار الله يرحمه في كومونتيرات ودايو مع والديه يا ربي تصبرهم ويا ربي تبين الحق ديالو. وتهلاو سلامه.